السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بخير. ألف شكر تقدير واحترام للأخوة المعلقين المرحبين بقدومنا إلى بغداد. نعم وصلت إلى بغداد، وكانت ليلة أمس ليلة راحة، وإن كانت مسافة الطيران بين الدوحة وبغداد يعني ساعتين أو أقل من ساعتين، لكن تشعر براحة وطمأنينة والحمد لله. ونسأل رب العالمين أن يجعل هذا الموسم موسم الصيف بردا وسلاما على كل العرب، على كل المسلمين، على كل العالم وعلى كل العراقيين. نسأل الله دائما الخير للجميع، وكرر شكري وتقديري واحترامي لمن علق على قدومي إلى بغداد، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات بإذن الله تعالى. السلام عليكم.